نشد أهالي مديرية الشاهل بحج المنظمات والجهات المعنية في تغطية سطح بركة الماء الواقعة في هيجة مديخة خوفا من انتشار الأوبئة، ويعتمد الأهالي عليها في الحصول على المياه منذ 150 عاما. بمديرية الشاهل تكمن هذه البركة الأثرية والتي تم بناؤها منذ 400 عام في عهد الإمام القاسم بن علي الرشيد، وتم تجديدها في عهد الأتراك، حيث كان الناس يعتمدون عليها في الشرب وحتى الآن، وما زالوا يعتمدون عليها في نقل الماء لغسل الملابس والأواني ولري الأغنام. لها سقيتان من أعلى الجبل حتى تصب في البركة، ومع مرور السنين تتعرض هذه البركة للإهمال، وتحديدا بعد موت أحد المهتمين فيها، حيث تتجمع فيها الأتربة. بركة هيجة مديخة تأسست قبل أكثر من 400 سنة في أيام الإمام قاسم ابن محمد ابن علي رشيد، حيث أنه كان يسكن في جبل مديخة، وقام بناها في عهد الأتراك. وكان الناس كانت المصدر الوحيد بعد الحسين البير، سموه كان بير الإمام قاسم. وهذه البركة يستفيد منها كثير، ولها ساقيتين من رؤوس الجبل، من الجهة الشمالية ومن رؤوس الجبل، وما زالت حتى الآن، والناس تستفيد منها كثير، حتى كانوا يشربوا منها من أول. بركتي كانوا يستفيد منها محل بالكامل، وكانوا يشربوا منها من قبل، ويفرقوها كان بني آدم، ويبرحوا حق عام شعائب لما حتى يودوا مسجد مغربين، ولما يودوا فوق حق مناشرين، واليوم مهمولة. بركة هيجة مديخة بناها أباؤنا وأجدادنا قبل أبائنا، ومستفيدين منها المنطقة كامل. بركة مديخة بناتها قيلة في وجدت في بعض الكتب بأنها امرأة خيرة اسمها مديحة، فكان الأتراك ينطقوا الخاء خاء فسموها مديخة، والمرأة الخيرة التي بناتها هي اسمها مديحة. والعمر الافتراضي لهذه البركة وحسين الإمام الذي موجود في السهل غربين النازل هو واحد عمر لهن، فبنانا هذه المرأة على أساس تكون مشروع خيري وصدقة جارية. لها مدخل خاص للنزول وسلم من الأحجار حتى يصل لتعبئة الماء ثم يرجع، ولها حفرة لتصب السواقي الممتدة من الجبل لتصب فيها، بنيت من الأحجار، ثم غطي جدار البركة بالنورة، وهو نوع من التراب الذي يستطيع أن يحتفظ بالماء لمئات الأعوام. بركتي كانوا يستفيد منها محل بالكامل، وكانوا يشربوا منها من قبل، ويفرقوها كان بني آدم، ويبرحوا حق عام شعائب لما حتى يودوا مسجد مغربين، ولما يودوا فوق حق مناشرين، كل يوم مهمولة. ندعو السلطات المحلية إلى وضع حد لهذه المجاري التي تنزل إلى هذه البريكة، والناس كلها مستفيدة من هذه البريكة التي لها أكثر من 4 قرون. تعد هذه البركة الأثرية المصدر الرئيس لأهالي المنطقة، يرتادها الجميع كبارا وصغارا لجلب الماء من البركة ثم إلى المنزل. ورغم أهميتها إلا أنها باتت مرتعا للبعوض والحشرات، وباتت خطيرة على الأطفال الذين يجلبون الماء لينتهي الحال إلى إنقاذهم منها أكثر من مرة. فهل من لفتة لهذا المعلم الأثري للعناية به ليبقى شاهدا على أن اليمن بلد العراقة والحضارة منذ مئات الأعوام؟